هذه تنفع عشاء، تنفع غدا صراحة، حتى فطور تنفع بعد. يعني هو أهم شيء لما يجي معها فرنش فرايز وتكون معمولة بطريقة صح، عن جد الساندويتش إلى مكان مختلف. يعني أنا من الناس اللي مثلاً بحب الساندويتش على الإفطار، بحب الساندويتش على الغداء، وما عندي مشكلة على العشاء، بس طول ما هي محضرة هيك من قلب صح. يعني دائماً بتشوف في حدا بالبيت يمكن بكل بيوتكم كتير شاطر بسموه هيك، يعني أشطر واحد بالساندويتشز، لما بيكون هيك عنده هيك طريقة بأسلوب كيف يدوب الجبنة، كيف يحط الصوص. فهي كل فكرة الساندويتش عبارة عن جمع مكونات معينة، بس التدقيق على التفاصيل. يعني أول شيء أكيد لازم يكون الخبز كتير فريش. أنا حخبركم على المكونات وبعدين أرجع لكم لقصة الفيلي ستيك ساندويتش. أول شيء لازم يكون عندنا الخبز اللي عم نستعمله اليوم للستيك ساندويتش يكون مو خبز الباجيت، بده يكون الخبز الطري اللي إحنا بنسميه إيطاليان رول، أو اللي هو أي سمون يكون طري من جوا. هل يفرق طيب ولا ما يفرق؟ بتفرق كتير، لأنه إحنا عندنا اليوم لحم، فتخيل أنت الخبز ناشف كتير وبقلبه لحم، حيكون صعب بالأكل، فبده يكون كتير طري، يعني يميل ليكون ملمس السمون الطري كتير. عم نستعمل نحن اليوم أجبان اللي حنضيفه على الستيك بعدين، في عنا التشدر، الإيدام، والموتزاريلا. ممكن تستعملوا جبنة واحدة بس لحتى تحطوها على الستيك، بس أنا خلطت هاي الأجبان مع بعض فوق اللحمة، يعني حتطلع الطعم مختلف. أما بالنسبة للستيك اللي عم نستعمله اليوم، عم بستعمل التندرلوين أو اللي هو فتيلة البقر اللي بتكون ما فيها دهون وما فيها أبدا فات أو جلد، وقصيناها لهي الفيليه شرايح رفيعة. اللي بيكمل الطعم طبعا هو كيف نقدر نحن نعمل نكرمل البصل. عندي بصل أبيض جوانح وفلفل أخضر جوانح. كيف حنعمل صوص معاه اللي هو حيكون عبارة عن المايونيز والمسترد وشوي من بودرة الثوم، هذا حيعمل الصلصة الأساسية. والله تجوع تجوع. طب هلأ